السلام عليكم مرة أخي كمال، تحياتك للإخوان. الصراحة كمال، أنا هذا كريم كل ما يطلع على المنصة يوترني، يعني بالمرة الأولى مسك أبو عبد العزيز وأخذ ساعتين من الوقت ويتحدث، وأنتم حتى تعرفون سطحية عقولكم. يعني أنت طالع تتحدث في شأن داخلي معمق وبدون أي معلومات وأي خلفية وكذب. طيب يا أخي، يعني قارن نفسك أنت لما تتحدث، شوف دينارك بكم، وشوف شوف الريال السعودي بكم، شوف البنى التحتية اللي عندك، وشوف السعودية كيف، شوف المواطن وحق المواطن ورفاهيته اللي محفوظة بالدولة السعودية كيف وبالمملكة، وأنت بعدين تعال قارن. لا تمشي تدخل في أمور ما تخصك، وأصلا كلها كاذبة. يعني أنا ما أعرف كيف هالعقول، حتى ضاعت الفكرة والله. على العموم، أنا أريد أختصر، أنتم ترجعون دائما للتاريخ، وهو بالأول الأخ اللي كان موجود لما أنهيت كلامي، أنتم في الثمانينات وقفتم ضد العراق وأعطيتم صواريخ إلى إيران عندما كنا في حرب مع إيران، وهذا الشيء يعني معلوم. وبعد ذلك وقفتم مع العراق ضد الكويت، مع صدام، يعني ضد حربه على الكويت. فهذا تاريخك، لا تجي تتكلم لي اليوم عن 2003، لأنه هي أمريكا اتخذت قرار بغزو العراق، سواء يعني الجامعة العربية قالت إيه أو لا، فهذا الأمر كان محسوم. فتجون حتى تستعملون هاي السياسة التقية وتخرجون الإطار الموضوع اللي احنا نتكلم بيه، حتى تسقطون على إخوانكم. المشكلة يا كمال والإخوان، أنا ذكرت قلت لك نحن كنا ندخل، أنا فيفهمون جزارين، يعني أكو يفهمون في الفكرة. أنا كنت أدخل في ضيفات يعني عراقية نتحدث في شأن. أنا أول من دخلت المنصة بأمانة يطبقون مع ناس ضدنا، يطبقون مع ناس من ولاد بلدي ضدنا، ويسبوني ويشتموني. نحن ما نتعاطى بنفس الطريقة، لكن نحن نطلع نتكلم بالحقائق بالدلائل بالتاريخ. شفناكم، ما شفنا شخص أكاديمي يطلع يتحدث يتقبل الكلمة. ما تقبلون لا الانتقاد وما تقبلون أي شيء. نحن إذا ابتعدنا عن ما يحدث في داخل بلدكم، هذا الشيء ما يخصنا. ما أنا بالنسبة لي ما ممكن أتحدث به، تحدثت بسياستكم الخارجية، موالاتكم لإيران نحن ما نقبل بها. أنت مسكت فلسطين وصيحت ظالمة ومظلومة، وينك أنت عن قضية سوريا ظالمة ومظلومة؟ وينك عن ما حصل بالعراق؟ كنت نايم؟ كنت مغيب؟ أنا ما أعرف يعني. فنحن مشكلتنا نحن عندنا دماء، عندنا أرواح زهقت، عندنا سجناء إلى اليوم، عندنا ناس بالمخيمات إلى اليوم. أنا لما أتكلم عن سوريا والعراق على حد سواء. فلا تجي تخرج علي وبكل بساطة تريد يعني معذرا عن كلمة تستحمر عقولنا وتقول لي لا. علاقاتك مع إيران واضحة، واضحة ومبينة. وأنا اليوم من منصتك يا كمال، أي شخص يتبع لها نفس هاي السياسة الخارجية ويوقف مع إيران، أنا إن كانت هاي أبو عبد العزيز معني، إن كان غدا السعودية، العلاقات اللي يعني إن أنت توافق عن ما يحدث ويحصل عسكريا في أراضينا وفي مناطقنا، لا، أنا سوف أتحدث عن السياسة السعودية، وإن كانت المغربية كذلك، وإن كانت أي دولة أخرى كذلك. لأن إحنا اليوم لما نطلع نتكلم عندنا مشاكل نعاني منها، حكينا وفصلنا، ما نعيد أكثر من مرة هذا الكلام. فأنت بمكان ما تيجي تشوف إن أنا أسقط عليك، روح شوف سياسة بلدك اللي هي كلها أخطاء، كلها أخطاء مع الخليج، مع مصر، في مناطقكم في أفريقيا، نفس الأخطاء. فأرجو أنه تتقبلون النقد وتجاوب بطريقة أكاديمية وصحيحة بدون تجاوز وبدون أغلاط. وأنا هم راح أعطي الكلمة للإخوان البقية حتى ما نأخذ الكلمة وتكرر الكلمة. شكرا كمال، بارك الله فيك. غادي نمشيو عند محمد أبو أميرة. والله أنا مداخلتي قصيرة بحكم أني من 2008 وأنا أناقش هذا الكائن الغريب، أخي العراقي، أخي السوري، أخي العربي. هؤلاء ينطبق عليهم كلمتين فقط: الضحية القاتلة. هؤلاء هم الضحية القاتلة أخي الكريم، يعيشون دور البريء وهم الظالم. هؤلاء فقط، أختصرهم بدولة الضحية القاتلة فقط، لا نقاش معهم، كلهم على ملة واحدة، ربهم الأعلى ماكرون، ولن يستطيعوا أن يغيروا أي شيء طالما فرنسا ما زالت تحكمهم. نقطة وسطر جديد. بارك الله فيك. خليك معايا السي محمد أبو أميرة. نمشيو لعند الجزائري، عاد نمشيو لعند النقيض الحر رشيد. رشيد، أولا السلام عليكم. وعليكم السلام.
أخويا كمال، شكرا لهذه الاستضافة الطيبة أخويا وبارك الله فيك. أنا والله أتأسف لما نشوف قال واحد يعود راجل ويكذب أو مثقف وهو يكذب وبعد يقول لك أنا مؤمن، فأنا أتأسف يعني. يعني لما ما تقولش الحق يعني ربما أنت يعني تخاف البشر وما تخافش الله تعالى. هذا هو ديننا، لأنك رويبضة كذاب ستأكلك نار جهنم، وبشرك بها من الآن. اسمع مليح يا رويبضة، يا من تكذب على نفسك وتكذب على الناس، اسمع مليح، والكذاب يعرف نفسه. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. زيد ولا تكمل غير نعم، هذه الأولى وبارك الله فيك الأخ كمال مشكور. الثانية قال الله تعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، النساء 144. الثالثة قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله، ليس له من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. والله أكرر لك الشكر وبارك الله فيك أخي كمال، شكرا لك. صح. الثالثة أو الرابعة قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله وفي العذاب هم خالدون. اسمع يا من تكذب على الناس ومن تغلط الناس، ربما الأخ هذا اللي كان هنا هذا السوري يدعي أنه فلسطيني، أنا نقول لك الجزيرة ليست بمديرها الفني جزائري أخي، مديرها الفني قطري هو سالم العايفي السقطري، يعني هذا اللقب بتاعه السقطري، هو المدير الفني للجزيرة. ما تكذبش على الناس وتقول لهم جزائري، لا تغلط المؤمنين يا أخي. إذا كنت حابين نولوا دولة عربية واحدة، احنا رانا ما نستعرفوش بأعداء الله، اللي حاب يلحق هاي القافلة وراه باينة، كتاب الله وسنة الله تبع الدين. إلا ماشك حاب أنا راني نستنى غيرك باش نهز السلاح ونحيك من الدنيا، لأنك كافر عدو الله، ونحاربك وأحل الله لي قتلك. ديني يقول لي كيما هك يا عدو الله، هذه الرسالة لأعداء الله اليهود هذو اللي ما حبوش يآمنوا، 9 آيات في الكون وما حبوش يآمنوا بهم. أنا نقول لكم حذاري ثم حذاري، حذاري ثم حذاري. نصيحة لإخوان المغاربة، لأني على بالي باللي كاين مغاربة أحرار ويعرفوا الدين وتعدين حقيقة. يعني أبسط مثال، شوفوا خويا كمان يعني وأنا أقرأ الآيات الكريمات وكان يكمل معايا يعني، وبارك الله فيك مشكور يعني على هذا الطرح. أما نقول لكم يا خاوتي نصيحة، ما نكذبوش على أنفسنا. إلا حابين نولوا دولة عربية واحدة، لازمتنا نتبع الدين صح، ونخافوا من الله تعالى قبل أن نخاف البشر، لأن الجبان هو من يخاف بشرا مثله. أما الحقيقة يجب أن نخاف الله، خافوا الله تعالى، ما نكذبوش، ما نبينوش الأغلاط، ولا نغلط الناس ولا نغلط المؤمنين، لأنك ستحشر في النار إذا كان غلط الناس، لأنه راح يعمل بكلامك إلى يوم القيامة، راح تدي ذنوب وراح تدي إثم وراح تدي سيئاته. نصيحة من أخ مسلم، وأحب كل المسلمين والمؤمنين في الله، يجب أن نجتمع على القرآن والسنة. إذا كان حابين نجمع حقيقة صح، إذا كان حابين صح من قلوبكم نتوحدوا. أما إذا كان خبث وما على باليش أنا، من أجل كاين اللي يبيع الضمير والدين تاعو من أجل المال، وكاين اللي من أجل اللايكات ومن أجل أنه يطلع الحساب تاعو، كاين اللي من أجل ما على باليش المصلحة الشخصية تاعو وبعدين الطوفان، فأنقول لكم استبشر بجهنم يا أخي. أنا قلت نصيحتي وأظن الرسالة وصلت، ومشكورين ومشكور مع ذلك.
واخا ممكن استاذ محمد تمام. ابو اميره ممكن استاذ كمال رشيد بعد اذنك واخا غنعطيك كلمه ابو اميره. الله يسعدك بارك الله فيك بارك الله فيك. حول الآية اللي استدل بها الأخ راشد. نعم الأخ ما شاء الله وكأنه يتلو علينا آيات جديدة. نحن نعلم القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. نحن أستاذ كمال نحن نعلم كتاب الله ونحن مسلمين وأهل الإسلام ولا نريد من أحد أن يحدثنا عن الإسلام، ولكن سؤالي للمسلم الذي يدعي بأنه مسلم، ما حكم الشخص الذي يمول شخص لقتل أخوه المسلم؟ تفضل يا وين راح الشيخ؟ وين راح؟ وين هربت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ قال الشيطان للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. والله يا أخ كمال أقسم بالله لن تجد لهم طريق، لن تجد لهم طريق حتى تسلك إلى منور المعرفة. هذول الناس فقط قال الله وقال الرسول لكن أفعالهم أفعال شيطانية. إذا كنتم فعلا تنتسبون إلى أمة الإسلام فأخرجوا البوليزاريو من أرضكم أيها الخونة. إذا كنتم فعلا تؤمنون بالله ورسله لا تمولوا البوليزاريو بالسلاح لقتل واستباحة دم أخوكم المسلم، ليس لأنه مغربي. لنفترض أنه ربما محمد أبو أميرة يعني الكلام دياله يكفر دولته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث الله قالك فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، والسنة مكملة للقرآن. قال سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، بما أن هؤلاء يقاتلون إخوتهم المسلمين ويدعمون ميليشيات من أجل قتل إخوتهم المسلمين فهم كفار. يا أستاذ كمال، أستاذ كمال أنا بشكر، شوف من حمد الله هذا يحسب للمغاربة الصبر والأخلاق اللي موجودة عندكم. صدقا أخ كمال لولا أخلاق المغاربة أنا كفلسطيني ما قدرت أوصل للحقيقة، هذا شيء يحسب لكم وشهادة حق تقال في حق في حق المملكة المغربية. رجع معانا الشيخ ورو يا شيخنا العزيز يا أستاذنا الفاضل جالي. ممكن تحكي لي انت كإنسان معلش ممكن تحكي لي انا كإنسان لو سمحت بس دقيقة جاوبني على سؤالي. هل انت مغربي؟ انت نعم انا من الان مغربي. جاوبني انت مغربي؟ نعم. انت هل انا من الان مغربي؟ لا ولكن رشيد استدليتي بآية قرآنية، لكن القرآن نفسه هو اللي كيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني هذا شهادة حق من مواطن فلسطيني من أراضي مقدسة في حق واحد الدول. هذا المواطن الفلسطيني هذا إنسان رويبضة، يعني تعفتنا هذا لو نشوف الواقع هذا راح نلقوه ما يلحقش حتى مستوى. أوكي راح أقول لك مين. لحظة راح أقول لك تعريف الفتنة. لحظة سجل عندك النقاط هاي يلا. لا سجل عندك النقاط شوف بس معلش سجل عندك النقاط. سد المايك أقول لك من راح أقول لك من هم أصحاب الفتنة. سد المايك يلا سجل. أمسك الورقة سد المايك أخي كمال يلا سد المايك. سد المايك بس دقيقة حتى أقول لك من هم أصحاب. شوف غير انتم الحوار بيناتكم سؤال جواب، انا معكم في الوسط، انا طرف وسط ونسى تمام. الاخ الجزائري لحظه انت تقول باننا ما يعني تقول بالمعنى الحقيقي اننا اصحاب فتنه. طب تمام هل انا من افتعل؟ معلش تمام بس جاوبني بنعم ام لا. لك حق الرد راشد يا استاذ رشيد جاوبني فقط بنعم ام لا وانا معاك في الطرح. لا تقاطعني يا أخي أستاذ معلش خليك اسمع. أنت صبرت على الفرنسي 400 سنة وعلى الإسباني 132 اصبر على الفلسطيني 5 دقائق يا أخي بس 5 دقائق. طب 3 دقائق عيب الله سي راشد بس 3 دقائق. طب دقيقتين يا أخي انتظر يا أخي. أنت صبرت على فرنسا اللي احتلت اصبر شوي. شوف أخي كمان لا تقاطع. يا اخي بس لما درت لك لا كتملى والو غير انتظر وصافي خلي محمد ابو امير يجاوبك لانك تكلمتي وهبطتي.
وانت عندك حق الرد عاود. كمل سد الماي وابني سد المايك رشيد. ينتظر غير ينتظر يا ولدي اصبر بس سد المايك دقيقه. سد المايك سد المايك يا رشيد. غنعطيك الكلمه غير انتظر غير سجل. اعذرني فرنسي واسمع كلامي. انت بتسمع كلام الفرنسيين. انتظر رشيد. انتظر رشيد اسكت خلي تفضل ابو اميره. أخي المغربي هؤلاء يقولون بأننا مصدر فتنة. يقول للأخ العراقي والسوري والمشرق وجميع أقطار الدول العربية بأننا أصحاب فتنة. والسؤال هل نحن من افتعلنا حرب الرمال وتنصلنا من إرجاع الأراضي للمملكة المغربية؟ هل نحن من افتعلنا حرب أمجالة واحد وحرب أمجالة اثنين بالستة وسبعين؟ هل نحن من طردنا المغاربة بالخمسة وسبعين في ليلة عيد الأضحى؟ هل نحن من أطلقنا على الأخ المغربي الذي يسكن بالجزائر بإس إم بي بمعنى التطهير العرقي؟ هل نحن من افتعلنا أحداث قفصة في تونس؟ هل نحن من طردنا بما يسمى قتلنا 250 ألف مسلم بالعشرية السوداء في انتخاباتكم ووصفتوها بأن لديكم إرهاب بالجزائر؟ هل نحن من جعلناكم تصفون على الطوابير من أجل كوب حليب أو كوب سميد؟ يا حبيبي لسنا نحن من صنعنا الفتنة أخي الكريم. لم نخرج بالإعلام الفلسطيني وأن نضع الملك محمد السادس كدمية. لم نخرج ونقول بأن المملكة المغربية مملكة الرذيلة. لم يجتمع الشعب الفلسطيني في مباراة كرة قدم ويهتف الماروكي أعطوه البنان أعطوه البنون الماروكي حيوان. لم نستعين بحفيد نايصل مانديلا في قلب الجزائر وأن يقول الصحراء الغربية. نحن لم نمول البولوزاريو أخي الكريم ولم ندعمهم بالسلاح والمال. لم نعززهم ثقافيا ولا اقتصاديا ولا حتى سياسيا. نحن لسنا أصحاب الفتنة. أصحاب الفتنة يعرفون أنفسهم. أنتم أصحاب الفتنة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإنتوا ناس للأمانة بعيدين كل البعد عن كلام الله وكلام الرسول. فما تيجي تمارس علي طقوس الكفر والإيمان وإنك تخون في الناس وإنك تعطينا شهادات وكأنك إنسان بتمتلك مفتاح الجنة. بالمناسبة لو أنا شفتك في جهنم لا أحمل جمراتي وروح أتعذب في مكان ثاني لإني ما بتشرف أشوف أي جزائري معاي. لإنكم منافقين. جميعكم منافقين. جميعكم تربيتم على الكذب فقط. هذه حقيقتكم في دقيقة يا أستاذي. إذا كنت ترى أننا كمشارق أهل الفتنة فارجع إلى التاريخ وأرجع الأراضي التي يعترف رئيسك بأنها موروثة من المستعمر الفرنسي. وإياك أن تكذب بأنك قمت بتحرير الجزائر وأنت أخذت بما يسمى تقرير المصير بأن تبقى الجزائر قطعة تابعة لفرنسا حسب الوثيقة التي نصت عام 1962. ومن الأولى لك أنت كجزائري أن تطالب الدولة الجزائرية برفع قضية للأمم المتحدة في التجارب النووية الفرنسية الإسرائيلية على الأراضي الجزائرية. إذا كنتم تمتلكون الجرأة وإذا كنتم تمتلكون الجرأة في عام 1986 عندما قصفت سفن مونلايت لم تتوجه الجزائر مثلما توجهت تونس إلى الأمم المتحدة. كفاكم عيشا بما يسمى أن تعيشوا دور الضحية أخي الكريم. أنا أعرفكم حق المعرفة وإياك أن تمرر هذه المغالطات على أشخاص فلسطينيين. نعرفكم ونعرف كيف تخططون وكيف تفكرون وما همكم الوحيد هو إلا إسقاط المملكة المغربية التي دائما ما كانت داعسة على جحوركم. فضل أخي وين هرب؟ تفضل نعم. وين هرب؟ هذا يولي يدير الطلب ونطلعوه غيطلع غير يجاوب وقيل على ما اعتقد. رشيد دير طلب لوكسي كتسمى باش ما نطلعش بلاصتك واحد اخر. غنشوفو عادي بلاصتو باش نشوفو حق الرد ديالو. أيس تحياتي للجميع. تحياتي خويا أيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كرام صاحب المنصة العزيز سي كمال تحياتي لك. أنا أول مرة تنطلع عندك. المقاربة ديالي غتكون مختلفة شوية على كل ما قيل.
متناوله من زاويه راك عارف هذا الموضوع ديال الجزائر والمغرب. يعني بحر من الفكر والتحليل. هو انا صاحب المقوله في التيك توك اللي تتقول فلنرتكب اثما حينما نناقش جزائري. يعني الجزائري صراحه ما عندك ما تناقش معه. سقم روحك راني هنايا يا اما تحاول كما يتحاور ولا انا نهبط. لا انا تحاول راني هنا راني معاك وين بصح راك ربش وراني معاك وانا عجبك انا اللي ندي الاثم اللي راني معاك سير ماي لا غير خليك وانا يا صاحبي ويلو للمصلين وقتك خليه يهبط اييس ما تطلبش منه غير خليه يهبط اوكي احنا هنايا اصلا راه شوف غير علاش دير هكا غير من حق انه انا قلت انا الا ما بغاش يرد فانا كنخليه يمشي بحاله وانا ما عنديش مشكل قلنا فليرتكب اثم حينما تناقي الجزائري لان فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطي ما عنده ما يعطيك راه من الصباح وانا تنكتب لك تكودي راه هما مرآه ديال النظام ديالهم مديور في المنطقه لتشويش على الاخرين لتشويش على تونس ونفس الشيء المناقشين الجزائريين في المنصات لا يقدمون شيئا بالبث والمطلق هم يشوشون فقط وما تيخليش راك تكذب درك عاد تشبعنا كذب ما شبعتوش المهم انا بالنسبه لي انا اكزاكتومون هذا مثال حطوا للجام على تمه امك للجام ينعطي زم حط للجام على تمه حط له المهم هو في اخر المطاف الاخوه المشارقه خصهم يعرفوا بان الانسان الجزائري وهذا هو الطرح ديالي ما هو الا ضحيه هو ضحيه يشفق عليه ولا يناقش معه يشفق عليه لأن الإنسان الجزائري اللي تيميزو على باقي شعوب شمال إفريقيا وباقي شعوب المشرق أنه كما تعلمون وتعرض ل 130 سنة ديال الاستعمار والاستعمار الفرنسي بالضبط والاستعمار الفرنسي ليس كباقي الاستعمارات يعني ما هو إنجليزي ما هو إسباني لأن هادو قوى استعمارية كما هو معروف في التاريخ انجلترا وفرنسا يعني طغوا في جل الكرة الأرضية حتى كندا فهي مقسمة إلى اثنين منطقة فرنسية ومنطقة إنجليزية هذا يعني أن الفرنسيين والإنجليز كانوا يتصارعون في شمال أمريكا وفي إفريقيا كذلك راه مقسمة على جزئين جزء فرنسي وجزء يعني بعض الاستثناءات كاين شوية برتغالي بحال كيب فيردي بحال أنغولا بحال ولكن الشق الايست ديال الشرق هو انجليزي والشق ديال الويست هو فرنسي لكن الميزه ديال الاستعمار ديال فرنسا الجزائر يختلف عن باقي المستعمرات في العالم لانه كان استيطانا على الطريقه الاسرائيليه يعني تقريبا الجزائر هي واسرائيل يعني كدول هما بحال يعني فابريكي دول وما خرجوا من رحم الظاهرة الاستعمارية ولكن الفرد الجزائري 130 سنة لأن الاستعمار الفرنسي شنو تيميزو الاستعمار الإنجليزي الإنجليز حينما يستعمرونك يتركونك في حالك يعني تيقولك انت يا عبد الله مع راسك صلي لبس اللباس ديالك احتفظ على ثقافتك هذا اللي تيهمو هو الاقتصاد فقط لكن الفرنسيين لا حينما يستعمرون ويستطينون أرضا تيمارسوا الاكالتوريشن او الاكالتوراسيون وهو السلخ يعني الفرد المستعمر ونهبه من وتجريده من كل شيء وهذا هو اللي وقع الانسان جردوه من اخلاقه جردوه من اصوله جردوه من التقاليد ديالو جردوه من الثقافه ديالو جردوه من لغته يعني لكن أيس لماذا يعني كتظن على أن هذا الاستعمار الفرنسي ليس نفس الاستعمار اللي كان عندنا في المغرب أن احنا لم نستعمر وقلنا لكم راه استيطان عندهم مش استعمار ولكن كيفاش احنا لم نستعمر مهمة هذه عندها ظروف علاش لأننا أولا احنا كنا دولة يعني احنا كنا إمبراطور نحن من استعمرنا والجزائر لم تستعمر لأنها لم تكن دولة
تعطي بعض المعطيات، لأنها لو كانت دولة أمة لما كانت فرنسا لأنها تقدر تمحي الهوية ديالهم والثقافة ديالهم، لأنهم شعب هاجين لم تكن له لا ثقافة لا هوية لا لغة لا حتى شي حاجة. أنا راه في الخطاب ديالي غادي نكون عادل، غادي نكون نحاول نكون عادل وما غاديش نطعن فيهم ولا شي حاجه، غادي نكون عادل مع التاريخ لا اقل ولا اكثر وندقق في الكلمات. لا ولكن غير حاول، لكن غير حاول انك مثلا تعرف الكلمات اللي كتقولهم، حيت الله يبارك كيتشاف في اليوتيوب وما بغيتش هاد الافكار هادو يتبنوها بعض المغاربه، لان ربما النيه ديالك غاديه صحيحه، ربما حتى بعض الانحراف واحد ولو انحراف بسيط غادي يغير المفهوم للجمله. شوف انت تحكم في الفيديو كي باغي نسولو، باغي نسولو انا ما تسولنيش راك انا لا لا والله لا سولتيني ما تسولو معليش نقاش هذا ما تسولنيش راك خلي السيد راه قريب يسالي قريب يسالي حتى نهضر اصاحبي ماشي دابا ماشي دابا سيفن غتولي تقطع الصوت ما فيهاش واحد. انا نسولك سؤال واحد والله يرحم باك يا خلي نسالي عافاك وسولك. عرفني الاستعمار، ما الاختلاف ما بين الاستعمار والاحتلال والحمايه؟ هيا بارك الله فيك. لا ولكن راك تدخلني في راه قلت لك راه تشوشونا صاحبي تشوشونا الموضوع. تشوش عليك عرفني برك، عرفني الاستعمار والاحتلال والحمايه. هيا سد سد ولا غادي ننزل؟ ايوا صاحبي واخا غبلاتي غبلاتي خويا ايس غبلاتي واخا غبلاتي 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 الاستعمار والاحتلال والحمايه غبلاتي غير بلاتي. الاستعمار هو ان تكون دوله قائمه بكل مقوماتها تضعف في بعض الاحيان، فاذا به تاتي دوله اخرى تستعمر لها تلك الاراضي وتصبح تحت سياسه ذاك الدوله، هذا استعمار. خليني نكمل لك. اما الحمايه وأما الاحتلال فهو أسلوب من أساليب الاستعمار، يعني الطرق يستعملها هؤلاء المستعمرين لكي يقوموا بالاستيلاء والاستعمار لبلدك. لذلك فاش نقول على أن المغرب يستعمر حماية شيء ثاني، حماية شيء ثاني يا قلبي، حماية يا طويل العمر أنك أنت تحميك الدولة هذه من أمور ثانية. أول شيء السلام عليكم. شوف بالنسبة للحماية احنا فاش كنتكلموا أسلوب من أساليب الاستعمار، نظام الحماية يكون تحت يعني انا بقول لك الاستعمار اذا دوله استعمرتك اوكي بعد ما تخلص الاستعمار وتحرر عمرك زين في يكون مثلا ان عقود يعني مثلا تكون عقود فرنسيه او عقود مثلا معاك تحميك اوكي. دابا هنا قلنا بان الجزائر بلاتي الجزائر لم تستعمر استوطنت استيطان، يعني شي حاجه اكثر من الاستعمار. دابا ما تتخليش بعد فكا راك تخرط راك وصل من داخل على الريح بقرب تصور كيف الجزائر مستعمرات استوطنت استيطان هذاك اكثر من الاستعمار راه هذا هو يا محترمين يا محترمين موضوعنا اسماء بغير سمياتها ما تغيروا الموضوع نظام بين ما يبين كمان خليني جاوب بارك الله بدل الكام بدل الكام كمان خلي 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 يا ستيفن خلي بعدا يسغب الواحد الخوت ما نديروش كلنا مداخله باش ما نخرجش خليني جاوب قبل ما تكمل خليني بزاف سمعناك تعلموا النقاش واحترموا الادوار بطا خويا لو ما كنتش قادر تصبر تسكت راه سي سليم الخالدي قبل منك الانسان اللي كيضبط الامور ديالو كيضبط النفس ديالو كيكون مثقف وقادر انه يناقش اللي فيه الهضره بزاف راه ما يناقش والو. يلا سيدي انا قلت انا بان لي فرونسي كمل اخويا باختصار اخويا ايس الله يجازيك بخير حيت هذا الموضوع انا لا يهمني بالبت في البت ديالي. وشنو هو المهم؟ باش ما نجرش ماشي مشكل شنو هو المهم؟ المهم هو ان القضيه الفلسطينيه اللي كتجر بها دابا حاليا الجزائر سواء في واخا انا غادي نختصر خلاص القول الانسان الجزائري هو ضحيه لاستعمار او استيطان او احتلال ديال 130 سنه زائد استعمار اخر من نوع اخر يعني هو دابا حاليا تحت الاحتلال ديال الدوله الوظيفيه اللي هي بقيه من بقايا ديال لافرونس في المنطقه من اجل خدمه الاجنده الفرنسيه لان الاستعمار الفرنسي هو خطير جدا والسياسه الفرنسيه خطيره جدا تؤمن بتشتيت المشتت يعني وتمزيق الممزق الى غير ذلك. هادو تيمارسوا يعني سياسه فرنسيه في المنطقه
وهم سرطان قاتل للمنطقة كلها، والشعب الجزائري هو الضحية الأولى لهذا النظام الذي محطوط عليه، وإن شاء الله سيتم استئصاله في أقرب الأوقات ونهايته قريبة هي على الأبواب، لأنه نظام عسكري شوفيني ستاليني، والنظام العسكري في التاريخ ما تيجوش العمر ديالو 8 عام ويذهب يعني إلى مزبلة التاريخ. المهم بالنسبة للتجار في من طبيعة الحال نظام عسكري باش يبقى خصو باش هو الدور ديالو وينهب ثروات الجزائرية ويشوش على الجيران، وبالتالي البروباغندا هي يعني خيار لا مفر منه، الكذوب الزوير. حتى عدد السكان ديالهم اخويا كمال يعلم الجميع بان الجزائر فيها 25 مليون نسمه ماشي 40. سؤال لو سمحت، انا راه البث ممكن سؤال واحد سريع؟ لا علاش لا مرحبا خانيكم الامارات. نعم الامارات، تحياتنا للشعب الامارات واهلنا في الامارات. تحيه للشعب المغربي احترام الحلقه، انا طالع قبل شوي احتراما كمال انه يكون هناك حق الرد. وانت غير سؤال، هو طلب غير سؤال، هو طلب غير سؤال سليم. ليش زعلان انت؟ سؤال ليش زعلان؟ طلب غير سؤال، هو ماشي يدير مداخله. ليش التصويتات على تبون 5,630,000 ونفس العدد حق الشهداء؟ ممكن، ولان اولا الجواب هو نعم. هذا موضوع، صبر يا اس اخويا سليم مداخلتك، ان هذا الموضوع هذا سؤال سليم الخالدي. تفضل سليم الخالدي. السلام عليكم، حيا الله الجميع. وعليكم السلام. اول شيء نرد عليه نقطه اخويا كمال، حتى انه موضوعكم بمساله متاجر بقضيه فلسطينيه، وانا نحب الاحترام انك نلتزم بهذه النقطه موضوع البث، الا اني لازم نرد على اخ اياس اللي قال لك انه استيطان ماشي احتلال، وضحكوا عليه بعض حتى الاخوه المغاربه كيفاش يكون استيطان وماشي احتلال. مع ذلك فمعركه المعارك الجزائريه، اذا كنت دارس التاريخ، الدير الحسين الايال الجزائريه الايال العثمانيه لما كانت في قتال مع فرنسا، دخلوا مسيده فرنسا كانت هناك حرب، وبعدها سقطت، وبعدها حرب مع الدير احمد في قسنطينه، وحرب مع امير عبد القادر وابو عمانه، وثوره زعاطشه، وثوره ابو عقلاطي لفاطمه السومر وابو بقله، الى غايه اندلاع الثوره في الجزائر. هذه معروفه، دخلت بحرب وخرجت بحرب. اما انت فانت تعلم ان سلطان يوسف طلب حمايه 1912، قل لي فرض ام لا، هذه اخر. لا خليني نرد حقر بذكركم بامكانك ترد. اما انك تقول لي انه 1912 ما نحكوش على مساله اللي صارت ما بين مولاك عبد الرحمن، وانا ما خونش رحمه الله من الاموات، ولكن نتكلم على من طلب الحمايه 1912 وسلم كان المستعمر 40 سنه يا اخي، وانت تقول نظام وظيفي. ففرنسا، أنت تتكلم عن النظام الوظيفي، فكان هواري بومدير رحمه الله كان يحارب الفرنكوفونية والإمبريالية الغربية لأن كانوا تابع التيار الشيوعي، بينما الحسن الثاني رحمه الله في فرنسا يقول فيف دي غول فيف لا فرانس، وهي كانت معكم في حرب الرمال، وخرج السفير الفرنسي في المغرب قال كنا ساعدناكم في حرب على الصحراء واعترفكم ب بلاتي. جاوب بعد على هذه المعلومة سيس أيس كملت. غير بزاف المعلومات، ما تكثرش معك دقائق، ماشي معك دقائق، غير بلاش. جاوب ايس. هو اولا لا يمكن مقارنه، شوف من يقارن. صبر سليم الخالدي يا صاحبي، وقبلات يا سليم الخالدي مسجل هو ما نقاطيش بالرد عليه، وخليها صاحبي خلي غير يجاوب. لا علاش ما قاطعتوش هو اللي كان؟ غير بلاتي وحده وحده. طب نقطع تفضل ايس. نغب لا سي ايس سليم الخالدي. لا خليني كمل ما تكونش ضعيف، واخا قبل ما ندير معك غير في اطار التفاعل، ندير معك في اطار التفاعل، غير في اطار التفاعل. قول لي تفاعل معايا انت، تفضل. الامير عبد القادر قلتي كان يحارب ويقاوم. علاش ما تخلينيش نكمل على النقاط نتاعي؟ غبلاتي انا غير في اطار التفاعل، ما بغيتيش ياس يرد عليك، انا غير في اطار التفاعل توضح لنا بعض الامور. كيفاش تقمعني وتنحني مداخلتي نتاع انا ما كنقدرش نطلق لك المايك، انا طلق لك المايك. قلتي الامير عبد القادر كان يحارب فرنسا، قلتي الامير عبد القادر كان يحارب فرنسا، قل لي. نعم عندك فيها شك ذي مقاومه ضد من اذا تكون في الفرنسا. قل لي معاهده سافنا، لكن تحبس قبل ذلك. انا نفتح الكاميرا، ونحطك خيانه مملكه عبد الرحمن. غبلاتي قل لي، بنود معاهده سافنا شنو هي؟ بنود معاهدة التافنة اللي توقعت في 37 و900 و1000
وهذه اللي ندرسوا فيها انتم تجيبوا واحكم جايبين حاجه جديده ندرسوا فيها معاهده التقنيه هذه دقيقه كمال سالت معاهده التقنيه اول بنت فيها هي اعتراف فرنسا باراضي غاليزيان ووهران بسياده تحت الامير في مقابل اعتراف الامير بسياده فرنسا على الاقاليم بقسنطينه والمشرق لكن وكان فيها لا عاود هذه الجمله هذه عاود هذه الجمله هذه البند الاول هو اعتراف المتبادل ما بين امير عبد القادر تعترف له فرنسا بالغرب الجزائري ويعترف الامير به في المقابل بسياده فرنسا على الشرق ولكن نعم غاب اللاتي غاب اللاتي وغاب اللاتي غاب اللاتي غاب اللاتي ما تحمديش تحب غاب شويه غيب شويه واحنا بغينا غادي تشرحها لنا غادي تشرحها لنا غادي تشرحها لنا غير هذه تشرحها لنا نشرحها لك غير هذه تشرحها لك غير هذه تشرحها لك غير راح نشرحها لك الله اسمعني غاب اللاتي غيب شويه الامير عبد القادر اين كان يقاوم المقاومه ديالو فاش حول الشرق كان التقمع في البلاد ان شاء الله انت قبل يقول لي اين كان يقاوم الامير عبد القادر باش يحول المقاومه للشرق حنا بغينا نفهموا خلاص نعم خليني نتكلم معليش صح في هذه جاوبني غير على هذه في كان كيقاوم الامير عبد القادر وكان يقاوم كان بعد خيانه لا 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 خليني ما نتكلمش بعد خيانه المغرب خيانه راه كتقول انتم الخيانه هنايا 1844 كمل علاش تقمع علاش تقمع قلنا اين كان الامير عبد القادر يقاوم ما تكونش ضعيف راك في بثك ما تكونش ضعيف علاش ما تقولش على ان الامير عبد القادر كان يقول انت ما عندك حتى علاقه بالامير عبد القادر اصلا صبر خويا صبر خويا ايس انت اللي دخلتني في هذا النقاش هذا كامل بيني وبينه اصلا انا كنقول لكم ما تخرجوليش على اللايف ديالي انا ما فيا ما نحمق راسي مع بانو كرغد وهذا بوليخاريو ماشي تا تونسي الاخياس واش تورينا في سير اللايفات انا نضبطوا معايا المغاربه نضبط معايا في اللايف تلقاني كنهضر في شي جهه هضر معايا في جهه دير كاتب اسمع علاش ما تقولش ان الامير عبد القادر باع الجزائر الى فرنسا من اجل الاعتراف بفرنسا بالسياده ديال الامير عبد القادر في واحد المناطق قول لي جاوبني قول لي علاش ان الامير عبد القادر قول لي ان الامير عبد القادر باع الجزائر والله يا قرانيزي غاب اللاتي يا صاحبي خليني نجاوب علاش الضعيف انت فاش كتكلم على الإيالة العثمانية الحدود ديالها هي اللي كان فيها الأمير عبد القادر 500,000 كيلومتر مربع الأمير عبد القادر باع 500,000 كيلومتر مربع ودخل لواحد المناطق اللي ماشي هي شرعية ديالو لذلك جر لذاك المناطق الهلاك تبعهم جيش الاحتلال ودار تما كاين معركة الزعاطيشة اللي قتل فيها الأمير عبد القادر الجزائريين اللي كانوا كيثوروا في وجه الاحتلال قال لهم تأديوا الجزية لفرنسا دخل تما كاين بجيش من فرنسا مدعوم بجيش من فرنسا باع الجزائر والجزائريين لفرنسا في معاهدة تافنة وكتقول لي الجزائر كانت من الأول دخلت بالسلاح واش وثيقة الاستسلام غتنكرها وكتقول الإيالة العثمانية هل كانت الجزائر دولة راه كانوا العثمانيين سقطت الدولة العثمانية ومني كانت خدات الدولة العثمانية القروض من عند أوروبا باش تقود الحروب ديالها في معركة نافارين خسرت في معركة نافارين بدأت كترد القروض الأموال اللي اعطتها أوروبا مقابل الأراضي سلمتك انت والعبيد الجزائريين الكراغيله هذه هي الحقيقه تجي تقول لي وتا امير هذا بن بله شنو قال لك على ان افضل هديه اللي اعطات فرنسا للجزائر هي هديه الحدود وثاني حاجه انا ما كنناقش البوليخاريو وهبط تاكل الشعير انت يا جاي هنايا والله اني سانشر هذا ودي غير المعتصم كما خلي المعتصم خانقهم خذ الكلمه اخي خذ هدي يا قلبي هدي يعني انت قاعد تكلم كراغله والكراغله ما يفهمون يا قلبي بصلع النبي لازم يوم تكلمه يلفك يمين يسار لانه ما عنده جواب صريح وما عنده شيء صريح صح والله يا قلبي ولا لا انا اقول لك اياها انا انسان مدافع لدوله الامارات كأني انا اماراتي وللمغرب والسعوديه ومصر والاردن وحاليا ماخذين موضوع الجزائر بصدر اكبر شويه لان من الدوله او من الناس اللي موجودين حصلنا اسقاطات كثيره على دولتنا فاحنا قاعدين نهاجمهم او ندافع عن دولتنا فكل ما تكلمهم يقول لك انت مطبع وانت زين اوكي انت شو قدمت يقول لك نحن قدمنا واحنا وعملنا ونحن سوينا اذا شو قدمتوا والله نحن كنا شو اسمه نساعد المقاومين وندربهم عندنا في الجزائر
يعني انتم تدعمون الجزائر بالمقاومين؟ قال لي ايوه. دعمتوهم؟ والله نحن دعمناهم بفلوس. زين اوكي، انت كتبون ليش قلمت انك انت يا مصر بتحولي الحدود عشان انا ادخل، صح ولا لا؟ قال في واحد من اموره، والله يا مصر افتحي لي الحدود عشان انا ادخل واحرك جيشي. انت كلمتك هذه احرك جيشي اعلان حرب رسمي. بعدين انت يوم انت تقول او الشعب الجزائري يقول نحن قدمنا كثير لفلسطين، انت زين قدمت كثير لفلسطين، ليش عمك تبون قال خلوا مصر تفتح الحدود؟ زين كيف قدمتوا كيف قدمتوا لفلسطين كثير؟ ولا بس تجارة من تحت الطاولة عشان ياخذ يربح في الانتخابات؟ ليش انت كجزائري تعظم للشخص بس كلام ما في افعال؟ اذا قال لك والله خلوا مصر تفتح الحدود انا بعمل، ليش؟ هاي حيلة الضعيف عشان يعرف اذا مصر ما سوت يقول اه والله مصر ما خلتني انا اسوي شيء لفلاني، لان مصر ما فتحت الحدود. فهاي حيلة الضعيف، عرفت حيلة الضعيف كيف؟ يوم ما يقدر يسوي شيء وبس كلام، وتطلع لك وزيرة حنون ما ادري ما اعرف شو اسمها وتسب وتغالط على الدول الثانية، بعدين يقول لك والله نحن ناكل لحم حمير ونشرب حليب حمير، بعدين يقول لك والله سوف نزرع الحليب. انا حمار، انا انسان ما افهم شيء، انا ما درست في حياتي، اوكي كيف تزرع حليب؟ ما في عقل، عقل ما في، كرغولي تتكلم وياه اليوم لبكره ما في اي جواب صريح تحصله منه. تعبنا منهم والله العظيم، والله ما نلومكم انتم كمغربيين على الناس اللي في الجوار قسم بالله. اذا رد انا سامحني يا كمال اطلع بمحور ثاني، اذا تكلم وياه الصحراء مغربيه ولا غربيه يقول لك لا. زين اوكي انت جغرافيا يا صديقي جغرافيا الصحراء مغربية، هاي متفق عليها عند الناس كلها جغرافيا، كيف انت تقول لا لنا حق فيها؟ انت يعني وين عقلك؟ وين تبغي؟ انسان ناس يعني تكلمهم باحترام، تسولف معاهم بأدب، امك ابوك، احنا مثلا احنا نواجههم كل ما نكلمهم يقول لك ماروكو. زين ليش يخص شو يخصك انت في ماروكو؟ ليش ما تتكلم عن الجزائر؟ ليش ترد كلامك على ماروكو؟ تعبنا منهم والله، تعبنا منهم والله، ما كنا نعرفهم، اقسم بالله ما كنا نعرفهم ولا كنا نعرف عنهم شيء، اللي كنا نعرف المغرب غيره ما نعرف شيء. طلعونا مره واحده تقول فطر، يعني والله ما لومكم انتم الشعب المغربي على من حشركم بالجوار صراحه. المهم الخوت كخلاصه من الموضوع ديال اليوم ومن خلال المداخلات والشهادات ديال خوتنا من مختلف الشعوب العربية، الفلسطيني والسوري والعراقي والمصري والسعودي والعراقي يعني من مختلف الشعوب العربية ومن الجزائريين أنفسهم، عدنا مرة أخرى لإثبات مقولة الحسن الثاني رحمة الله عليه: ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار، ليعلم الناس حشرنا الله في الجوار مع نظام شاد خارج عن الوحدة العربية، حشرنا الله في الجوار مع نظام يستغل ويتاجر بقضايا الشعوب المستضعفة ويتاجر بالقضية الفلسطينية اللي هي قضية دينية وقضية شعب بريء، وحشرنا الله في الجوار مع نظام استغل هذه القضية في جميع المحافل الدولية من أجل أخذ الصورة فقط ومن أجل شعار وهمي كيتبناه بالشفوي فقط، وهو نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وفي تناقض تام مع ما تقوم به. وخير دليل ما قامت به الجزائر في مجلس حقوق الإنسان كانت في محاولة لاستغلال هذا الاجتماع والقيام بندوة على الهامش ديال هذا الاجتماع
على أساس ندوة من أجل نقاش القضية الفلسطينية، في حين أن السفراء ديال الدول انصدموا بأن النقاش هو حول الصحراء المغربية، فكانت الفضيحة بانسحاب السفراء ديال هذه الدول ومنهم حتى السفير الفلسطيني الذي قدم الاعتذار للسفير المغربي الممثل ديال المغرب اللي العضو الدائم في هيئة حقوق الإنسان. حشرنا الله في الجوار مع نظام يقوم بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وصل واحد الحد لربطها دائما بقضية وهمية لشعب وهمي اللي هو البوليخاريو، يعني يربط بين القضية الفلسطينية بحركة انفصالية، وفي هذا أصلا تشويه للقضية الإسلامية اللي هي قضية عادلة. والمتاجرة بالقضية الفلسطينية في خطابات سفسطية من طرف هذا النظام الذي حشرنا الله في الجوار بعنوان فقط، خطابات سفسطية بعنوان فقط وكواجهة للتغطية على الشأن الداخلي، أو مثلا كيف استغلها السي عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية. واليوم تأكدنا مرة أخرى مع من حشرنا الله في الجوار، وليس بكلامنا فقط كمغاربة، وإنما بشهادة إخوتنا العرب. وأنا كمواطن مغربي ضد كل ما يقوم به هذا النظام الجزائري ودبابه الإلكتروني من المتاجرة بالقضية الفلسطينية، لأنها قضية عقيدة عند العرب والمسلمين وعند يعني جميع الشعوب العربية الإسلامية، وهي قضية تتساوى مع قضيتنا الأولى كمغاربة ملكا وشعب. ولذلك أختم بالكلام ديال الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه: لا نريد من كولومبو بأن يعترف بمغربية الصحراء، ولكن نريد للناس أن يعلم مع من حشرنا الله في الجوار. وهذا هو المحتوى ديال هذا اللايف ديال هذا النهار، والغدا إن شاء الله غنديروا لايف واحد آخر، ونتمنى من الناس اللي عندهم المداخلات وعلى أننا قادرين ندخلوا معهم في شنآن وأخذوا رد لهم الكلمة ديك الساعات. نعطيوا الكلمة للخوت اللي معنا هنا دابا حاليا. حمادة يا حبيبي عامل ايه؟ كيف الحال؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ انا كنت بس كنت طالب منكم كم، وانت مع ام محمد الفلسطيني ابوك، كنت عاوز اطلع والله، كنت اساله على حاجه عشان حصل موقف ما كده ضايقني شويه. انا كنت عايز اعرف هو موقفه من سنه من ناحيه السيسي ومصر زي ما هو ولا اتغير؟ لان هو اتكلم على مصر كويس بصراحه، يعني هو نفسه اتكلم على مصر قدامي كويس، ولكن واحد زي اسعد القرعي ده استغربته النهارده وانا عنده، ان هو نعت السيسي بالصهيوني، وان هو بيساعد اسرائيل اكتر، وهو اللي بيحول محاصر لغزه، وهو وهو وهو. فبقيت مستغربه، انت بتفتح لايف ومع المغاربه ضد الجزائريين، مع يعني انا مش فاهمك، انت شيعي ولا سني؟ انت مع ولا ضد؟ انت كوكتيل؟ انا عايز اعرف هو عبارة عن كوكتيل؟ هو ده اللي انا مستغربه. المسبات اللي بتجينا تعتبر هي اللي بتيجي للمغرب بالظبط، يعني احنا بنتوصف زي ما المغاربة بتوصف بالظبط بجد والله. وذلك الحمد لله الواحد واقف موقفه ثابت مع المغرب مع مصر زي ما هو. الكلب ده هو ده اللي انا مش فاهمه، ان هو يقول علينا ان احنا كشعب، يعني انا بقول له احنا جيشنا 4.5 مليون او 2.5 مليون، انتوا محاصرين غزه، وانتوا والسيسي صهيوني والسيسي اكتر واحد كده. ضايقني، خلاني افكر. محمد كنت عايز اطلع اساله، ان محمد من سنه كان بيوصفنا بيعتبر بنفس الكلام ده، كنت عايز اعرف، كنت عايز اطلع محمد اساله بس السؤال ده. هل شوف خويا حماده تحياتي ليك، حماده شوف حماده تحياتي ليك خويا العزيز. انا عارف ان الشارع مش بالنسبه، شوف بلاتي غير صادر نقول لك واحد القضيه. انا بالنسبه كنعتمد على واحد المقوله: كم من حاجه قضيناها بتركها. انا ما كنذكرش الاسماء هنا ديال حتى شي واحد، سواء عدو وسواء صديق، الا بعض الناس اللي كنشوف على ان المبدا ديالهم كيتماشى مع المبدا ديالي انايا. كنقول لك المبدا ديالي انا خاص بيا، الا توافقنا في المبدا ديالنا غادي نذكر سميته. كنت انا عايز اسالك انت سؤال، مش سميه ديالو، لذلك اخويا حماده مش عايز اذكر اسم حد. عايز اسالك ككمال، عايز اسالك ككمال المغربي كمان اللي انا اعرفه، يعني انت عارف مواقف مصر، او عارف اللي احنا فيه حالينا، ولا عارف اللي احنا دايرين فيه او اللي داير في بلدنا احنا حاليا؟
الراجل ده صهيوني ولا موقفه كويس ولا 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 اخوي حماده عاد بس كمال حبيبي اخوي حماده بس انا بقول لك كلمه واحده. الشعب المغربي زين واقف مع مصر والعرب دي كويس. انا بس يا اخي انا بقول لك اياها والله العظيم والله انت اماراتي يا اخي اماراتي اماراتي لا احنا بنتسبح احنا الثلاثه زي بعض مرات ومصر احنا الثلاثه زي بعض بسرعة النبي اقسم بالله العظيم ومن احل القسم ان في جزائريين قاعدين يستخدمون اسامي مغربيين يحطون علم مغربي ويغلطون والله العظيم وعندي ادله على ذلك حقك علي معلش لا ماشي غلطان حماده. شوف انا نقول لك واحد القضيه كاينين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش داك الشخص وبالاخص الناس اللي كيكونوا معايا بعدوا على داك الشيء مجرد انك ما كتقوم باسمي بالذكر ديال الاسم ديالو فكتقوم بالترويج ليه الله يكفيه 12% وتروج له خليه بلا ما نروجوا ليه خلي داك الشيء اللي عنده راه كافي يعني مجرد ما كتذكر الاسم ديالو انت كتزيد تساعده حنا داك الشيء اللي كيتبنى حنا المغاربه قصينا وعانينا معاه في هذا مواقع التواصل الاجتماعي ومقسمين حنا دابا حاليا به لذلك نساء عليا كاع بتاتا تجاهلوها حماده وما تمشيوش وما تصنتلوش هذا هو افضل شيء ترك الاشياء اللي ما عندهاش قيمه كمان عادي بس تولي عندها قيمه نصيحه زياده والله العظيم يا حماده انا اقول لك اياها انا اليوم كنا فاتحين بث موضوع الجزائر وكانوا في ناس مغاربه وموجودين وكلموا وكانوا ماسكين البث اقسم بالله العظيم جتنا اتهامات ان نحن منحيزين للمغاربه ولخاصه اخواتنا المغربيات يعني انتم فيكم وفيكم سكتنا وميوت وما تكلمنا معاهم تمام شوف خويا خانقهم خويا خانقهم احنا بالنسبه لينا احنا كشعب مغربي وشعب اماراتي احنا كنديو الولاء ديالنا للملك محمد السادس نصره الله وانتم عاوتاني الامير ديالكم فاش شفنا الاستقبال ديال الملك محمد السادس من طرف الامير ديالكم النهيان ذاك الاستقبال يعني حنايا شرفنا على اننا تكون عندنا علاقات مع ذاك الدوله اللي كتحترم المقدسات ديالنا وكتحترمنا ثاني حاجه اللي زاد ربط هاد العلاقات فاش شفنا على ان الامارات خرجت هاد نظام الكبرانات كيتهجم عليها حنا كشعب مغربي كنا ضد هاد التهجم ديالهم قبل ما نتلاقاو في مواقع التواصل الاجتماعي كنا ضد هاد التهجم ديالهم فاذا بينا غصبر اصبر اخويا حمد فاذا بينا شفنا على ان الامير ديالكم قام بواحد رده الفعل حنا ملكنا استقبله استقبال يليق به اما النظام الجزائري فقام اميركم بلائحه سوداء من اجل الدبلوماسيين والمشاهير والسياسيين ديال الجزائر ما يطقوش بالاقدام ديالهم الاراضي ديال الامارات يعني طردهم اشر طرده اما بالنسبه للملك ديالنا فاستقبله استقبالا يليق به لذلك حنا المغاربه والشعب الاماراتي هكا لوحنا واحده وعلى ان الحسن الثاني رحمه الله عليه سمى الشعب الاماراتي والشعب المغربي بالاشقاء التي تفرقهم فقط الجغرافيه بالاشقاء التي تفرقهم الجغرافيه وهذا هو علاش حنا متشبتين بالاماراتيين وصراحه نقول لكم ولو وقعت خلافات بين دول الخارج والمغاربه بعض المره ما لقيتش اماراتيين كيسيئوا للمغاربه وتصلحت الامور ولينا خوت ولكن بقاو الاماراتيين في المنظور ديالي كبير ما لقيتش اماراتي يسب مغربي انا بقول لك كلمه نحن يا طويل العمر نمشي على خطا رؤسائنا يامرون طا عمرك ولا عندهم علاقات وديده وعلاقات محبه مع الجزائر نحن مع الجزائر ونحن ما حصلنا في حياتنا سب على الامارات من الجزائر من اخواتنا الجزائريين ولا غلط ولا شيء احنا اللي حصلناه يا طويل العمر حاليا من الجزائر بص المغاربة. انا اكتشفت في الفتره اللي فاتت دي كل الخلافات اللي حصلت دي سياسيا ان المغرب ومصر والامارات عدوهم واحد الجزائر اكيد ماشي ده اللي انا اكتشفته اما بقى بص معلش اخواتي في التعليقات يبقوا متفقين معايا مش متفقين معايا انا شفت في الفتره اللي فاتت دي كلها احنا عدونا واحد انا بقول كلمة على رايي انا رايي انا ما يخصني انا اعتبرني انا مش اماراتي انا بتكلم شخصيا انا تمام ركز معاي وافهمني الجزائر عندها علاقات وطيده ويا ايران
ويا إسرائيل بالخفة، مش علنا، بالخفة. كيف أنت أو الجزائر أو الجزائريين يعترفون على نفسهم يقولون نحن اللي دربنا المقاومة، المقاومة اللي هي مقاومة فلسطين؟ زين، المقاومة الفلسطينية مدعومة من من؟ من إيران. يعني أنتوا عندكم علاقات وديدة من إيران. الجزائر دعمت الكيان بالغاز. نبكيه نضحكوا يا اخويا على حاجه. اخر حاجه بسيطه، ثواني يا بلال، ثانيه واحده. اول حاجه كفايه ان رئيس الاركان حرب، كفايه ان شنقريحه كان في مصر جاي يقول لرئيس الاركان بتاعنا احنا انا جاي ادعمكم مع حربكم في اثيوبيا، وما قالش انا جاي ادعمكم عشان نروح نحرر فلسطين. انزين سؤال، انا برد على موضوع سمونا العلاقات او المعاهدات العسكريه مع المغرب مع اثيوبيا من 2006 مش جديده. لايك جزائري ويقول لك لا ليش المغرب عملت كذا وكذا، العلاقات هذه من 2006 لو تفتح النت وتتاكد، علاقات العسكريه مع المغرب مع اثيوبيا من 2006. تفضل يا اخي. لا حماده عندي سؤال، في حرب الرمال، حرب الرمال مصر سعدت من المغرب ام الجزائر؟ من ذلك هذا اكبر غلطه عملناها في حياتنا اصلا، بما انه مصر سعدت الجزائر على اي اساس؟ هلا على اساس على اساس القوميه العربيه اللي كان عايز يعملها جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان عايز يعمل نفسه زعيم للوطن العربي كله، كان عايز يهد الملكيات كلها ويعمل نفسه رئيس للوطن العربي كله. ده اللي كان عايز جمال عبد الناصر. كان في المغرب دولة ليست عربية. أنا قلت لك جمال عبد الناصر هدفه كان إيه؟ حد صدق ولا حد يتكلم، أنا ما أسمع ثاني. جمال عبد الناصر كان هدفه إنه يهد كل الملكيات في الوطن العربي، بدليل إنه راح اليمن، بدليل إنه هو كان عايز يهد في السعودية، بدليل إنه كان عايز يهد في المغرب. جمال عبد الناصر كان عايز يحط إيده في كل حتة، كان مشتت نفسه في كل حتة. أنت لا تعتز بجمال عبد الناصر. إيه؟ أنت إيه؟ لا إيه؟ انت لا تعتز بانجازات على جمال عبد الناصر عربيا. مفيش اي معلش، هو رئيسي والمفروض او كان رئيس مصر والمفروض له مني كل الاحترام، ولكن مفيش انجازات لجمال عبد الناصر. انجازات ايه لجمال عبد الناصر؟ انجازات ايه؟ جمال عبد الناصر مسك مصر اسمها مصر والسودان وغزه. اسمعني بس يا اخي، جمال عبد الناصر مسك مصر اسمها مصر والسودان. واسمعني اسمعني، جمال عبد الناصر مسك مصر اسمها مصر والسودان وغزة، مات من غير السودان ومن غير غزة ومن غير سيناء. انت فاهم اللي انا بقوله لك ولا مش فاهم؟ كريم، على الاقل حارب في سبيل الله. سبيل الله ايه؟ انت وجمال عبد الناصر كان مؤمن؟ جمال عبد الناصر كان شيوعي يا اسطى. شيوعي؟ ما دخل شيوعي. كان شيوعي. وجمال عبد الناصر كان اخوان مسلمين ولا حاجة؟ جمال عبد الناصر كان شيوعي. جمال عبد الناصر مش انتوا بتحبوا الاخوان المسلمين؟ جمال عبد الناصر كان حابس لكم الاخوان المسلمين. جمال عبد الناصر قعدم سالي القطب. ليه هذا يحب الاخوان المسلمين؟ دقيقه، من يحب اخوان المسلمين؟ انا بتكلم بلال مش انت يا خانيهم. ما كانش انت سامحتم في غزه؟ لهذا سامحتم في غزه؟ لهذا سامحتم في غزه؟ لا يا اخي، ليس في لهذا سامحنا لغزه. غزه هي اللي عملت في نفسها كده، مش غزه. حركه حماس هي اللي عملت في نفسها كده. حركه حماس يا باشا اتحركت من غير الدول العربيه، ما تعمل تنسيق مع حد. حماده حماده، بلال من وين؟ بلال من الجزائر. انا اكلمك الاخ الاماراتي. انا حتى لا كمال عادي عادي اتكلم ولا لا؟ اسمح لي ولا لا؟ شوف شوف دقيقة كمال كمال، أنا بحاورك محاورة صحيحة، تمام؟ كمال كمال، كم شهيد عندك في الجزائر؟ دقيقة، كم شهيد عندك في الجزائر؟ الأخ كمال يا أخي ليش ما تجاوبني؟ ما تقولوش الكلام ده، سيبك يا خانيهم، ما تقولوش الكلام ده، سيبك، أنا أعرف أرد عليه كويس. هو سألني نقطة نقطة وأنا عارف أرد عليه كويس. دقيقة بلال حبيبي، كم شهيد عندك في الجزائر؟ خلاص سيبك من السؤال ده دلوقتي يا خانقهم، كمل. الله يخليك، انا برد عليه، ما حصلت رد عليه من سنه. انا برد، مش هعرف ارد عليك. ما هو ما فيش ولا شهيد لي في ولا في مصر ولا في فلسطين. سأرد لكن بعد ما اكمل مداخله. يعني لا رد علي انا، لا رد علي انا، رد علي انا كمال. تسمح لي تسمح لي ولا ما تسمح لي كمال؟ تفضل. معليش نكمل، معليش نكمل كلامي. جاوبني، كم شهيد عندك في الجزائر؟ سأجيب إذا سمعت. تفضل. أنا أكلم هنا مصري.
ومغربي. أخي خل المصري على طرف، أنا أسألك سؤال، أنا مش إماراتي ولا مصري ولا أنا من المريخ، أنا من المريخ. أسألك سؤال سريع. شوف حتى وإن اختلفنا جاي يوم سنلتقي ونبقى إخوة فهمتني، لأنه إحنا المغرب يعني محتوم علينا نعيشوا معاه لانه جار مهما وش يكون يعني. ليش دخلت المغرب في الموضوع؟ انا سالتك سؤال صريح، كم شهيد عندك؟ انت بالنسبه لي لست دوله حتى اجيبك فهمتني، انا هنا اكلم مصر والمغرب هم دول عظمى يعني. لا إذا أنا مش دولة، عند دولة بس هي عبارة عن شارع بالنسبة لي. ما في مشكلة. أوكي تمام. الجزائر ما راكم نسكن دولة. مساحة الجزائر 2,000,000 وتبون قال 5,630,000 شهيد. إذا مساحة القبر دقيقة إذا مساحة القبر دقيقة يا قلبي يا الله دقيقة إذا مساحة القبر 3 متر نضربها في 5,000,000 خلي 630 ما نباها تمام يطلع فوق فوق دقيقة متر نقول متر واحد تمام اذا 5,000,000 دقيقه بعد الحساب دقيقه ما بحسب دقيقه انا اقول انكم قصار مو بطوال اوكي المتر متر واحد القبر تمام تمام القبر المتر قبر يا حبيبي خلنا اتكلم اذا القبر متر واحد يعني ضرب 5,000,000 5,000,000 متر مربع تمام انتم مساحه مساحه الجزائر 2,000,000 3,000,000 وين راحوا يا كمال عم جاوبك كمال قولوا في العاصمه برك عايشين 5 ملايين كفارهم عايشين 5 ملايين في العاصمه وحده شوف خانقهم اسمع مساحه الجزائر 2,000,000 المساحه الجزائر هذه باش انا صححها لك 2,381,000 كيلومتر مربع 2,381,000 كيلومتر مربع حتى إذا درنا مثلا نقولوا احنا نديروا جوج المتر في كل قبر 5,000,000 كتعطينا 10,000,000 ديال المتر 10,000,000 ديال المتر شحال كتعطينا يلاه واحد 10 كيلومتر زين ماشي وين القبور قول له السؤال لكن اصبر اخويا بيلال لكن المشكله هي انها ما كايناش هاد القبور في قلب الجزائر ولو حتى كيلومتر ولو حتى جوج قبور اوكي وينهم للاسف الشديد هما كاينين في متحف الانسان كاينين في فرنسا الله يرحم الشهداء تفضل بيلال اسمع والله غير اسمع انت ساعدتني من ايه بلال عارف انت ساعدتني في ايه بلال اللي واحد انك انت استنى بس انا اقول لك حاجه الله يرحمهم ندعو لهم بالرحمات شوف احنا ما غلطنا عليهم بس انا سؤال لكن انت ماكش دوله بعد الامارات بعد شوف الامارات مش دوله دقيقه في الوطن العربي هي الامارات يا بلال انت عارف دوله بتزرع في الوطن العربي هي الامارات انت عارف يا بلال ان اكتر دوله عندها سلاح في الوطن العربي هي الامارات انت عارف ان في تصريح معلومات انا كنت عايزك تدي له معلومات دي يا خانقهم توصلوا معلومات معينه اكتر دوله بتزرع في الوطن العربي اكتر دوله بتزرع في الوطن العربي لما نعطيكم الكلمه يا كمال المغرب مهما يكون والله نحترمه نختار جاي احنا ما قلنا على المغرب شيء الحين خليني نهضر شوف نختلفوا انت قلت الامارات مش دوله صح يا ولدي والله ما كم دوله ماهوش من دوله ما عندهاش اوكي اوكي الامارات تتحكم بمينائك يا حبيبي مينائك شفت ميناء الجزائر الامارات حبيبي. تتحكم فيه شو رايك الشركة البنية التحتية الإمارات اللي بنات في الجزائر خانيكم كانت مع عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية في سنة 2013 مع الإمارات هي اللي بنات البنية التحتية كيف الإمارات مش دولة والإنترنت هي مالكة الإنترنت اللي طالع بيه الان اللي بان الدوله الكلوار كان ساويرس هو اللي كان شفت واحد المرحله كان مالكها في الاول كان ساويرس نعم في الاول نعم والله شوف مصر السعوديه المغرب العراق انا بس بقول يعني كلمه واحده انتم اكبر عن الامارات بثمان سنوات ولا اقول عشر سنوات تمام
انتو وين والامارات وين صارت؟ والله يو تكونوا وين اسمع تبقوا دولة وظيفية والله ما كم اسمع أكبر اقوى جواز في العالم واحد اعلى بنيان في العالم اثنين يا ربي اسمع ازيد 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 زيادة بعد اقول زيادة ما نقولك والله في بنية في القسط انا ما بتكلم وياك في بنت في القسط اقسم بالله ليست هذه اساس الدول حبيبي امن وحماية امن وحماية الحمد لله اقدر اخلي بيتي مفتوح وارقد تقدر اسمع رايك مش بين يديك والله مو بين يديك انت يقروا شوف امريكا واسرائيل هي اللي قرروا وانت فرنسا حاكمتنك وماسكتنك من اذنك ما تروم تقول لك شيء انت ما تروم تسوي شيء يا اخوي والله ما باغلط انا اقول لك اياها انت اذا بتروح فرنسا في قياس يسوي لك اياها تمام جاي نهار يتحل المشكل بيناتنا والاخ المصري يبقاو يعني ساندونا باش عرفوا واحد الحاجه الاخ الكريم باش عرفوا واحد القضيه الامارات راه دوله سياديه ماشي دوله وظيفيه هذا الواقع الامارات شوف غير اسمعني اللي كيحارب النفوذ ديال روسيا في شمال افريقيا هي الامارات اللي كتحارب النفوذ ديال فرنسا والغرب في شمال افريقيا وفي افريقيا وحتى الامارات صعبه راه مسيطره على الموانئ ديال العالم امريكا مسيطره عليهم بالاتفاقيات اكبر خزائن سياديه كاينه في العالم كاينه ديال الامارات الامارات هي اللي طرحت القرار ديال عضويه فلسطين في الامم المتحده وتقبلت وانت يا كجزائري كتقول له دوله وظيفيه ماذا فعلت الجزائر اخويا بلال الجزائر قدمتها ورفضت كيف كان هو هذه الحاجه شوف الاخ الامارات يروح لا مقارنه فرق كبير لا شوف فرق كبير بين الامارات وبين الجزائر فرق بين السماء والارض كتعرف الامارات دايره واحد البنيه تحتيه اللي كتخلي العرب يهزوا ريوسهم كاملين حتى السعوديه حتى قطر حتى دول الخليج انفسهم يهزوا ريوسهم قدام العالم ملي كيقول العرب كتمشي تشوف تما داك البنيه التحتيه ديالها اللي كاينه حتى ان المشاهير ديال الدول الغربيه كيجيو يجلسوا في الامارات لانهم وصلوا حتى الجزائر يا صاحبي جا عندك قاوري بقيتي تقولوا له يا القاوري ماناش ملاح اش غنفتخروا بكم اخويا بلال قول لي اسمح لي على هذا الكلام الله يهديك الله يهديك يا بلال وان شاء الله يجيب الشفاء لك وعمي تبون لا بركه محيت انت دابا ما عرفتي شنو كدير راني كنشوفك دابا انت بديتي كتلبز يعني كتحط المرتبه ديال الجزائر في المرتبه ديال كتعرف اماراتي الا مشات تدخل شي واحد الاماراتي شنو دار ربما نتفق معاه وربما نختلف معاه مشى للدول الاوروبيه وفرنسا بالضبط وجبد الاموال ديالو بقى كيريش الاورو في قلب الشارع ديال فرنسا والفرنسيين كيلقطوا سولوه شنو هو الهدف من هاد الاموال اللي لحتيها قال لهم الهوية ديالي أنني نشوف الدول اللي استعمروا الدول العربية والإسلامية كيتلهتوا على الفلوس قدامي كيلكلب قال لك هوية عنده يشوف ذاك الدول اللي داروا جرائم في شعوب عربية وإسلامية يشوفهم كيتلهتوا على بحال الكلب كيهزوا الفلوس انتقدوه شي وحدين قالوا على أن ذاك الأموال كان بإمكانه يصدقها ولكني العلم لله تلقى راه كيصدق وهذا ولكني هو هكا كانت هويته بقى يقبض الأورو ويلوح الفرنسا راه كندير داك الفيديو بومشي مروان كيهزوا من الارض وهو كيلوح لهم غادي في الطوموبيل غيب شويه بداك ما نعرف شنو عندهم داك الطوموبيل اللي فيه داك النسر كيخرج ما نعرف شنو سميته الروز رايز كنقولوا له غادي كيريش وهما كيلقطوا غادي غير بشويه ويلوح لهم قالوا له شنو الاساس شنو ربحتي من هادشي قال لهم انا هويتي نشوف الدول اللي استضعفوا الشعوب نشوفهم انهم ضعافين قدامي وكيهزوا الفلوس مثل الكلاب هكا وهو حداهم والاخرين كيلقطوا وكيلوح والاخر جي قال له شنو هادشي قال له ها علاش درتها وعلاش درتها يعني انت يا جيتي كتقول هالواحد اللي داروا هاد العمل فاش كنجي ليك حتى جزائري كنلقاك راكب جوج خشبات شامبري فيه جوج كيلو دريح القرش كيتلبد عليك من هنا لا مارين ملهي شنقريحه حاط لك ربعه من هنا كيقمزز عليك خصك هتوصل عندهم ملي تمشي تما اسميتو البوطي يا كمال وشامبري فيه جوج كيلو دريح شني هو داك البوطي شني هو اهلا اختي لا قلوار تحياتي
لقلوار لقلوار واش نعسي المايك مرة عندك مسدود لا كنسمعك اخويا السلام عليكم ورحمه الله السلام تحياتي اختي لقلوار تحياتي لكم جميعا الله يحفظك والاخواني فضلت غير باش نعرف واحد القضيه فضلت ندافع على الاماراتي لانه ما عارفش هذا الخبز الجزائري الامارات راه خوتنا ما كيسيئوش لينا وماشي دافعت عليه حتى هو كيدافع ولكن نير بالنسبه لي شهاده الفرق بين الجزائري وبين بين اماراتي هو هذا هز واحد النهار طلع واحد الجزائري خانقهم نقول لكم هذه باش تهضر لا قلوى قلت واحد الاماراتيه صديقه ديالنا هنا في تيك توك قلت له الامارات قلت له عندها بنيه تحتيه قلت له عندها برج من اطول الابراج من اكبر الابراج في العالم برج خليفه قال لها حنا عندنا برج بوعريريج وبرج باجي مختار قلت واش قارن برج باجي مختار وبرج بوعريريج برج خليفه قال لك ها مالهم شنو حنا عندنا الابراج ايوا هذا برج باجي مختار من برج بوعريريج مشيت كنقلب فيه لقيتو غا واحد التابوله دايرينها تفضلي اختي لا قلوار تفضلي قلت السلام عليكم مره ثانيه لاخواني واخواتي المغاربه والمغربيات والسي كمال وجميع اخواننا واشقائنا في الدول العربيه شاهين غادي نرجع للموضوع ديالنا اللي هو طبعا فلسطين التجاره بفلسطين عندنا عندنا شحال من موضوع طبعا يمكن لنا نبداو باخر موضوع اللي تاجرت فيه طبعا الجزائر بالقضية الفلسطينية أو بالأحرى الجزائريين في الديار الأوروبية وهي جمعية البركة سيتي اللي سرقوا 34 مليون ديال اليورو وكذبوا على العاطفة ديال المغاربة والجزائريين هنا في أوروبا وارسلوا ورسلوا واحد السيد يطلع يجيب لي نظافة الشارع خلي يا شاهين غير خلي الصورة وخلي لقلوار تكلم من المدخل كمل اختي لقلوار لا لا ما كانش منها ما كانش منها هذه ماشي دولة هذه هذه غير زنقة راك تخرط برك شاهين راك تخرط يلا نكمل لكم اذا جمعية اخواني واخواتي العرب والمغاربة لكم ان تعرفوا ان هناك جمعية سميتها البركة هنايا في فرنسا وطبعا استعملت تجارة في القضية الفلسطينية وسرقت 34 مليون ديال اليورو وارسلت رئيسها الى فلسطين لكي يتاجر كأكثر وأكثر مرة تانية في عرض الفلسطينيات لكي يساومهن في عرضهن مقابل الإعانة ديال التغذية هذه هي جمعية البركة جمعية البركة ديال داك المصري مع داك الفلسطيني هاي صحيحة وفي جزائر في فلسطين يتكلم فيها وموجود الفلسطيني وأشير له يجي موجود الحين يقول ويشهد على الكلام هذا بالضبط يا الله هذا هو الشكل الدفاع ما شاء الله الجزائريين على القضية الفلسطينية أما إلى جينا على مستوى طبعا الرئاسة الجزائرية والدفاع والتجارة على بالقضية الفلسطينية فطبعا هي من دواعي الصلاحية ديال أو المصداقية ديال هاد المنظومة العسكرية لأن العسكر محطوط في الجزائر أو في أي دولة علاش كيتحط العسكر للدفاع عن الدولة لا لإدارتها فبالتالي ما عنده حتى شي مصداقية في الإدارة ديال أي دولة لا سياسيا ولا جيوستراتيجيا هذه عندها الناس المؤهلين لها الدارسين السياسة الدارسين الاقتصاد الدارسين الجيوستراتيجية فهل هاد المنظومة العسكرية وهاد شنقريحة وهاد الناس هادي دارسين هاد السياسة لا فبالتالي باش ياخذوا المصداقية ديالهم فطبعا لازم ان يخوفوا شعبهم اعتذر شعبهم وخلق
خلق الأعداء كما خلقوا عدوا وهمي لهم اللي هو جارهم المملكة المغربية، فطبعا خلقوا كذبة لاستعطاف الشعب وهي كذبة الدفاع. سوبرمان، نحن سوبرمان، انطلقوا نحن ندافع على حقوق الشعب الفلسطيني. فبالتالي اصبروا أنتم على ما تعيشونه من حياة ضنكاء، اصبروا على طوابير الحليب وعلى طوابير العدس، اصبروا على طوابير الماء، بينما أن فلسطين عندهم هم افتيارت، بينما أن نرى أن صورة طفل يلحس نقطة الماء في الستيرنا افتيارت. لا، أهم شيء هو القضية الفلسطينية. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك سرقة ميزانية التسلح. هل تعرفون أن ميزانية التسلح ديال الجزائر وصلت ل 23 مليار يورو، 23 مليار يورو، ولكن الحقيقة فيها هي 10 مليار فقط. يقولون أن منها 16 مليار، 16 مليار هي اللي اشترت من عند روسيا من الأسلحة، ياك، ولكن فين مشات 9 مليار الأخرى؟ مشات في جيوب الجنرالات والعسكر طبعا، اوكي. وحتى 16 مليار نتاع الدولار نتاع اليورو، هذيك 16 منها 10 فقط ديال اشتراء الاسلحه من روسيا، والباقي كله صيانه ما صيانه، وطبعا هذا كله غير خرده فقط. فبالتالي هما كيقولوا بانهم لازم يدافعوا على حقوق الشعوب طبعا، ولكن أين منهم حق الويغور؟ أين منهم حق المسلمين المضطهدين في جميع العالم؟ لا، هم كيهمهم فلسطين. لماذا؟ لأن فلسطين حق هي القضية ترند عند العرب، فبالتالي غيخذوا المصداقية عندما سيخدرون عقول شعبهم، يخدرون عقول شعبهم باش تكون عندهم صلاحية. نحن ندافع على فلسطين وعلى حقوق المسلمين وعلى حقوق المضطهدين، فاتركونا نسرق نقودكم، اتركونا نجوعكم يا شعبنا العزيز، اتركونا ندوخكم، اتركونا نفقركم لكي ترحلوا إلى أوروبا، فهمتوني؟ لكي لا تدافعون على حقوقكم أنتم وعلى وضعية حياتكم أنتم. فهذا نوع من التخدير طبعا. فبالتالي لا حياة لمن تنادي. يمكن أنهم حياتهم كلها يقدروا يدوخوا هذا الشعب هذا، وعمره ما غادي يفيق وعمره ما غادي يحل عينيه على الحقيقة ديال هاد الكبرانات هادو. لماذا؟ لأنهم قتلوا فيهم كل مروءة، قتلوا فيهم كل شجاعة أن يرفعوا رؤوسهم من العشرية السوداء. خوفوهم من العشرية السوداء. عندما العسكر يقتل الطفل ويقتل المرأة ويقتل الشيخ ويذبح وبلا ما نقول الكلام الثاني، فبالتالي يزرع الخوف في قلب جميع أفراد الشعب الجزائري. لن ينتقد ولن يجرؤ انتقاد العسكر ابدا ابدا، والا بالتالي عنده في الذاكره ديالو هذا الخوف اللي عاش فيه في العشريه السوداء، اللي دفع معظم الكتاب ومعظم الناس المثقفين عندهم الرحيل من هذه البلاد. هذه الناس اللي يمكن لهم يفكروا، اللي عندهم تنوير في العقل اللي يقدروا يناقضوا هذه المنظومه، هربوا من هذا الإجرام نتاع هذا العسكر هذا، وهربوا من هذا المجتمع المغيب المخدر. ها هي غاية التجارة بالقضية الفلسطينية. تحياتي لكم. تحياتي. الله يرحم الشهداء الفلسطينيين والأبرياء منهم الأطفال وجميع الشهداء في العالم. تحياتي لكم. تحياتي لك. انا في سؤال قبل لا اطلع، انا بس ابى استرخص عنكم واطلع عنكم، بس في سؤال سريع يا اخوي صاحب البث. ليش عدد شهداء الجزائر 5,630,000 وعدد ترشيحات
تبون نفس العدد بالضبط. سؤال أي مستفزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت نسقسي برك خانقهم يا خانقهم، ما هي الإمارات؟ ماذا تعني الإمارات؟ شكون هي الإمارات؟ إذا أنت كإماراتي خلعتك وخلع كمال، إحنا الجزائريين حاجة ما تجي في عينينا، حاجة ما تخلعنا. أنتم لا شيء، السعودية لا شيء، كلكم لا شيء. إن هذا الصوت ما بيناسب إنه أنا أسمعه. سؤال محمد عشان أسألك سؤال محمد. لا لا تجاوب يا خالد. أنتم لا شيء. لا استنى اصبر عشان عايز أنزل والله. أنا كنت مستنيك تطلع. يا أختي قسم بالله. لست أختك. لست أختك. والله ولا تشرف من تكونين أختي. أول شيء بس بقول لك كلمة. أنا قلت إياها، أنتم ولا شيء مقابل الإمارات، وأنتم أيضا ولا شيء بالنسبة لنا. أنتم لا شيء. أنتم لا شيء. هذا وش أقول لك؟ وأنتم لا شيء. نحن لا نراكم ولا نسمع بكم ولا نعرفكم. أنتم دمية في يد فرنسا. الحمد لله بلادنا مستقلة حرة. ليس لدينا أي حكم فرنسي. نمشوا كيما حكم. ما عندكم حكم فرنسي؟ ما عندناش حكم فرنسي. ما تبداش تكذب. ديجا بديت تبان ماشي إماراتي. اسمعيني يا اسم على مسمى. كتشكروا على أسيادكم. ولو كلمة واحدة في نقص المال في الحياة اللي عندكم في الطوابير في الشباب اللي كاس عندكم في الطوابير في الشباب اللي كاس عندكم في المستشفيات عندكم في حالة الطرق اللي عندكم. انتم ما كتشكروا غير على اسيادكم، ما كتقدروش حتى على العسكر اللي عندكم، ما كتقدروش تقولوا على حاجه. انتم ما عندكم ماده في الدستور فيها. أنا قلوار أنا نقول حميد مستفزة غصباري مستفزة غير حبسي غيب شوية مستفزة غيب اللاتي اسمعينا هي بالنسبة لهذه مستفزة الفورما والتليفون راه كاين كل شيء، نقص حاجة واحدة نقصها العقل. نقص العقل. ما مستفز كسباني لي اهبيله في التيك توك كدوري والله. انا شي كب زعما يعني انت صغير قارنين شيء بشيء. قهرتكم الجزائر على السوء. ما فيها كسباني لي اهبيله والله. على السوء شو الشيء اللي فيها حلو عشان دقيقه شو الشيء اللي فيها الجزائر عشان نحن ننقهر منها؟ الأب السفزة فيها الزبالة والكوليرا والسيدة والعطش وطوابير الحليب وطوابير العدس ودور العهر لحم حمير تشربون لحم حمير ولحم الحمير أيوة. والسارقة والشمة. سامحني على الكلمة سامحني على الكلمة يا صاحب البث. والهروب في البوطيات. دقيقة عندكم شيء وبيع الأطفال وبيع الأطفال والاغتيال والسارقة والخيانة بينكم وبين بعضكم. كمال أرزيد أعلي السطح ولا لا؟ حلوة الخيانة بين كمال في مجال اتكلم ولا لا؟ يعني ايه بينكم وبين بعضكم؟ تفضل حمادة والمرضية ايه فرقوا لا عندك طلع لي محمد الفلسطيني عشان كنت عايز اسأله على حاجة. حمادة على الأقل انزين إذا أنت تقولين احنا ننقهر منها ولا احنا مستفزين ولا نحن نشوف الجزائر الحمد لله بلدنا والمغرب ما عندها الدعارة مقننة.
الحمد لله. الله يحفظك. ازيك يا محمد عامل ايه؟ انا كنت بس عايز اسالك على الكلمتين اللي قالهم المهم، سيبك من الشخص، ما رايك في هذا الكلام؟ يعني انا عايز اسالك على مصر والسيسي في موضوع غزه بس، هو ده السؤال بتاعي. كفلسطيني؟ كفلسطيني طبعا. امال كسوري؟ لا يحق لي ان اتدخل في اي دوله عربيه ولا في اي نظام عربي. بيقال على السيسي انه هو خانق غزه وانه هو صهيوني وانه يقولون كفلسطيني. انا عايز اعرف رايك بس. شوف انا لست بمصري حتى اتحدث عن النظام المصري، هذا شيء يخص المصريين. انا كفلسطيني اعرف نظامي، اعرف من يمثلني، اعرف نظامي، او اتماشى مع نظامي، هذا شيء يخصني انا كفلسطيني، ولا اسمح لغير الفلسطيني ان يتدخل في نظامي، مثل ما الاخوة المغاربة لا يسمحون لاحد ان يتدخل في نظامهم، مثل الاخوة التونسيين. هذا الشيء يخص مصر اخي الكريم. انت بتروغ يا اسطى على فكرة. وبالنسبة لإلي كل دولة، او انت كمصري النظام المصري يمثلك، وانا احمل الجنسية المصرية حتى اتناقش معك فيما يخص الرئيس المصري. تحياتي اخي حماده. الله يحفظك، شكرا. اخوي حماده ليش تسال هالسؤال؟ محمد من ضمن الناس اللي انا كنت واحد من المصريين اللي كنت ضد السيسي في فتره من الفترات، وكنت وقت 7 اكتوبر كنت ساعات بفتح لايفات ضد السيسي. محمد كان بيخش نفسه يخش ينصحني يقول لي انت ما تعرفش الرئيس بتاعك بيعمل ايه عشان بناتك وعشاننا وبتاع. ثم بعد كده تغير ضد السيسي. اسمعني بس، ضد السيسي مش ضد السيسي، اسمعني. كنت وقت الهجمه بتاعت 7 اكتوبر دي كانت في الوقت ده واخده مننا، عارف انت لما في الاول كنت انت واخد النزعه بقى اللي جواك، ولا او يلا ومش عارف ايه كده كلنا، فاي حاجه مثلا كانت بتحصل ما كناش فاهمينها كمصريين في الاول، هو بيعمل صح ولا بيعمل غلط، واحنا صح ولا احنا غلط، فاهم ازاي؟ في ناس كانت كده طبيعي في الاول، واي حد في الوطن العربي كان كده في الاول، اول كام يوم او اول فتره. ثم بعد كده اكتشفنا ان هو كان صح، ان كل اللي بيعمله صح، وان احنا محطوطين في دايره. اقول لك على سر حماده، اقول لك على سر، قول. ممكن الناس ما تصدق بس اقسم بالله اكثر الناس اللي كنت اتضارب معاهم هم المغاربه الذين كانوا يتحدثون بلغه العاطفه فيما يخص التطبيع المغربي. هناك أخي الكريم بعض الإخوة لا يعرفون أو لا يفكرون في المستقبل، فقط يفكرون باللحظة اللي موجودين فيها فقط، لا يتحدث أو لا يفكرون أو ما عندهمش الاطلاع على المستقبل. زين دقيقة أخوي محمد، بس بقول كلمة واحدة، أنتوا ليش ما تشوفون الدول هذه يوم طبعت في المستقبل عادي تمسك التطبيع هذا والمعاهدات السلام؟ نعم. والمعاهدات دقيقة الاقتصادية عادي تكون ورقة قوية لتمسك فيها الكيان وتضغط عليه. شوف، يحق لكل دولة أن تتماشى مع مصالحها السياسية التي تخصها، وكل دولة هي أدرى أين تضع يدها وأين لا تضع يدها، هذا شأن سياسي بالدرجة الأولى، لا يحق لأي شخص التدخل به. ما بنحكي على خطاب شعبوي والرأي الشعبي، نتكلم عن الخطاب السياسي. الخطاب السياسي يخص السياسيين، هم أدرى بمصلحة الوطن. ولكن أنا بمنظوري الأول أخي الكريم، لا يوجد شيء يسمى التطبيع المغربي. هذه ممكن لو سمحتوا اخواني اللي في اللايف، اخواني اللي في اللايف تكبيس وشير وتكتبون كلام انجليزي لان في بلاغات، لو سمحتوا كمل. عادي عادي مو مهم بلاغات. شوف اذا انت خايف على حسابك اهبط. والله العظيم لو تعرف كم رقم شريت، ولا والله دفعت اموال طائله. لا لا اخي، هذه سياسة الجزائريين، يجب ان تفقد حسابات. عندي فوق 27 حساب. يجب ان يكون لديك مليون ونصف المليون حساب. هذا مليون ونصف من اجل كلمة الحق.
ضروري هذا شيء لازم يكون موجود. إذا لم تخسر حسابات من أجل التحدث عن المملكة المغربية أنت إنسان فاشل. لازم تخسر حسابات، لازم تنسب في أمك وفي شرفك وفي عرضك، لازم يشوهوك، لازم يعملوا كل شيء من أجل أنهم يرهبوك. يا أخواني تكبيس وشير، تكبيس وشير يا أخواني عشان أخونا صاحب البث لا يفقد الحساب لو سمحتوا. ممكن بيجي مكالمة وكلمنا باحترام وأدب على الأقل نساعده في التكبيس والشير يا أخواني. أنت تسب لهم بعد كده يا عم ولا إيه؟ اللي تكلمنا باحترام وأدب. Ha ha ha.